وبشأن التطورات الفلسطينية، لابد من وقفة مع الأحداث، حيث ينضم إلينا عبر الهاتف من غزة الدكتور ناجي البطة المتخصص في الشأن الفلسطيني. دكتور ناجي، مرحبا بكم. يعني بداية وقبل الدخول في حيثيات الأحداث التي تجري في الأرض المحتلة، ماذا يعني لكم كفلسطينيين ما قام به أحمد جرار وسعي الاحتلال لقتله بهذا الشكل وبهذه الطريقة بعد مطاردته لأسابيع؟ تفضل دكتور ناجي. أولا تحياتي لك ولمشاهديك الكرام، وخاصة أهلنا في العراق الجريح. أهلا بك سيدي. بالنسبة لما تفضلت به من سؤال، يعني هذه طبيعة المواجهة المفتوحة بيننا كفلسطينيين وبين الاحتلال الصهيوني. اللغة التي يعني نتحدث بها مع هذا الاحتلال هي لغة الدم ولغة القوة ولغة يعني الكراهية التي زرعها الاحتلال في قلوب الفلسطينيين بشكل خاص والعرب بشكل عام، لأنه يعني يمارس عربدة ويعني عفوا ويعني امتهان للحقوق الفلسطينية وعدم الاعتراف فيها، وبالتالي يعني هي ظاهرة طبيعية أن يكون هناك مواجهة بيننا كفلسطينيين وبين هذا المحتل حتى نحقق أهدافنا في التحرر من هذا الاحتلال. لنناقش سيد دكتور ناجي تداعيات عملية أحمد جرار. السلطة الفلسطينية أعلنت فك ارتباطها بالاحتلال الصهيوني. من وجهة نظركم دكتور، هل هذا كاف؟ هذا ليس كاف أولا، وليس يعني وغير ناجح ثانيا، لأن السلطة أقيمت على أسس ومواصفات ومعايير صهيونية في كل نواحيها، من الناحية الأمنية والعسكرية والاقتصادية والسياسية بل والمجتمعية، لأن السلطة للأسف تقبع تحت الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي كل هذه القرارات التي تسمع عنها هي قرارات حبر على ورق لا يمكن تنفيذها على الأرض، لأن السلطة إذا أرادت أن تكون جادة عليها أن تقوم بالأمر الأول، إما أن تدعو إلى انتخابات طال انتظارها من عام 2000 وربما من عام 2010 إلى الآن، ويعني من 8 سنوات مرت عليها، أو إذا كانت أو شعرت الانتخابات ستكون غير مجدية لتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني، فعليها أن تنهي هذه المهزلة وأن تحل نفسها، لأنها شماعة للعدو يعلق عليها كل الإخفاقات التي يعني يملى بها الشعب الفلسطيني. دكتور ناجي، هناك من يذهب إلى أن عملية فك الارتباط مع الكيان الصهيوني ربما تقود الشعب الفلسطيني وأيضا السياسيين ما بين رام الله وغزة تقودهم إلى مصالحة فلسطينية، يعني من باب رب ضارة نافعة. هل أنت يعني مع هذا الذهاب دكتور؟ عبد العزيز، السياسة ليس فيها عواطف وتمنيات. عندما تقول يعني دعني أقرب الصورة، عندما يأتي العبادي وقبل نور الملك يقول نريد فك الارتباط مع أمريكا، من الذي جاء بهم؟ أمريكا. ومن الذي جاء بالسلطة؟ الكيان الصهيوني. لا يمكن، لأنه نحن نعيش في غزة يعني أسوأ من عشرات السنين، أسوأ لحظات الحياة العامة عايشها في غزة، ليس نتيجة يعني حصار الاحتلال لوحده، نتيجة حصار السلطة في رام الله لغزة، لأنه يعني هناك حجج واهية، سلطة غير قادرة على التمكين تحت الاحتلال في الضفة الغربية في أماكن تواجدها، تقول أنها تريد التمكين في قطاع غزة عبر إخفاء أبناء قطاع غزة الذين كانوا ظهيرا للمقاومة من ناحية تعليمية وصحية واجتماعية وتعليمية يعني من كل النواحي، وبالتالي يعني على الأرض ما يقال شيء، وما على الأرض شيء مغاير تماما. طيب دكتور، يعني برأيكم ما هي الخيارات أمام الفلسطينيين إذا ما قرروا التصعيد بشكل أكبر مع الصهاينة؟ إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار طبعا أن صفقة القرن التي تسعى واشنطن لتنفيذها وأن الفلسطينيين ليسوا الطرف المقرر فيها. الفلسطينيون في صفقة القرن ليسوا مقررين فيها فحسب، بل هم لا يعمل لهم أي حساب، هم مفعول به مطلق، يعني هم يراد لهم أن يتقبلوا الصفقة التي يديرها محمد بن سلمان وربما يعني قيد بكرسي المملكة أن يكون ملكا مقابل أن يمرر صفقة القرن التي تحل المشاكل الصهيونية على حساب الحق الفلسطيني وعلى حساب المقدسات العربية والإسلامية.
لكن اقول لك مهما بلغت قوه صفقه صف صفله او صفقه او خيانه القرن قوتها فلن يقبلها الشعب الفلسطيني، والشعب الفلسطيني حي ديناميكي لا يمكن ان يضام وان يقبل يعني صفقات مشبوهه وعميله تريد ان تنتزع حقوقه كامله، لان الشعب الفلسطيني يعرف منذ 100 عام وهو يقاتل من هم اعدائه ومن هم اصدقائه ومن الذي يطعنه من الخلف. معظم الانظمه العربيه يا سيدي العزيز التي طعنت العراق هي التي تطعن فلسطين وتطعن كل المقاومه العربيه في مواجهه المخططات الامريكيه والصهيونيه. من غزه الدكتور ناجي البطه المتخصص في الشان الفلسطيني، شكرا جزيلا لكم.